انا اريد هذا الفيديو اكبر عدد لايكات لعيون الارقام. السلام عليكم يا احلى عالم، كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا كلياتكم بخير. يا جماعه اليوم الفيديو مميز عن باقي الفيديوهات اللي عملناها. اليوم رح ناكل اكله عراقيه من ايد عراقيه. نحن قبل هالمره سوينا فيديو لاكله عراقيه، بس كثير اجانا في التعليقات انه الاكله العراقيه ما بتصير غير من ايد عراقيه. فاليوم رح نجرب هي الاكله العراقيه، والاكله هي الدولمه العراقيه. طبعا انا كثير متشوق لادوق الدولمه العراقيه واشوف طريقه تحضيرها. ان شاء الله الحق طريقه التحضير. خلوكم معنا لتشوفوا الفيديو. بس قبل ما نشر الفيديو، اذا اول مره عم تشوفونا لا تنسوا تدعمونا بالاشتراك واللايكات وتفجروا لنا هذا الفيديو لاكبر عدد ممكن لايكات. خلوكم معنا حبايبي. طبعا تحياتنا لاخواتنا العراقيين من وين ما كانوا عم يشوفونا وبتابعونا. خلوكم معنا حبايبي. يا جماعه وصلنا هلا على البيت العراقي، كثير متحمس لاشوف شو رح ناكل اليوم. خلونا نروح نفاجئه انه وصلنا على بكير. خلوكم معنا يا جماعة. هلا وصلنا عند بيت اخونا العراقي، خلونا ندق عليه الباب. مرحبا. اهلا وسهلا. كيفكم؟ شو اخبارك؟ تفضل. اهلا يا استاذ. اهلين. مرحبا احمد. مرحبا، كيفك؟ يا جماعة هذا اخونا احمد من العراق. أهلاً. اليوم رح ندوق الظلمة على طريقته، الطريقة العراقية. اهلا وسهلا. جاهز الظلمة؟ ان شاء الله. شي نص متحمس ساعة. كتير لأدوقها. متحمس كتير لأدوقها. شوي أكثر. يا جماعة عم بستنى بقى لتخلص، ما بقى تخلص. وأحمد بيرك عم يتفرق. أحمد هلا عم ينشر على السناب. ها عم ينشر على السناب. قديش لسه عم طوله؟ شي 10 دقائق ربع ساعة. العشر دقائق من ثلاث ساعات عم بقول لي 10 دقائق و10 دقائق. ها من ثلاث ساعات عم بقول لي 10 دقائق و10 دقائق. أعصابني يا زلمة. انا باكل عبد الله بحد الدولمه. حبايبي الدولمه صارت جاهزه، بس اكيد ما راح اكلها لحالي لانه الكميه كثير كبيره. امجد بدي دوقه. امجد اطلع بدي دوقه. دولمة عراقية بدنا يعني دولمة. حاسس السوريين حاسس انه بده يبكي. بدي دوقة. بدي دوقة. خلص لا لا بدي دوقة. خلص لا. لا 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 خلص لا 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 بس الدولمة بدي افكت على وشي. قلت عليك كبرني وشي. والله ما غلبي. يا جماعة هلا عم نستنى احمد بقى. احمد 10 دقائق ربع ساعة نص ساعة تكون جاهز الدولمة. ومثل ما كنتم شايفين شوي الإضاءة ضعيفة لأنه انقطعت الكهرباء مع الأسف. عن جد روح سيح لأحمد. أحمد أحمو الخطوة الأولى الطبق الكبير مشان نقلب الظلمة. حصير؟ يا جماعة ما بخليني أقلبة، خليني أقلبة. يا جماعة هلا الحركة الخطيرة. فعل 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 جماعة. قولوا بسم الله. لحظة لحظة لحظة. قولوا بسم الله. واحد اثنين. يا جماعة. قولي. قولي. يلا بسم الله. ثواني شوي. بسم الله. ثواني شوي. ثواني شوي. هي أول مرة رح ذوق الظلمة من إيد شخص عراقي. ايوه. أمجد ما بصير تاكل؟ لك بصير ما بصير ليش؟ بسم الله. أنت هسا خلص صورتوا؟ طيب أحمد أنت أنا ما فطرت لأنه ظلمة. طب أنت ملايا من قبل؟ نفس الطعم هي نفسها. هي نفسها. خلونا نباشر. هلا ذوق شيء ثاني يعني. بسم الله يا جماعة. طلعوا اللحم. طلعوا 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 طلعوا. اوه هي اساسية بالايد مو ولا خبز. خبز؟ خبز ايه. شنو رأيكم؟
مالي مشتهي احكي ابدا شيء ابدا. بسم الله. رح دوق البصل. بصل 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 بصل. طبعا انا اكثر شيء بالدول ما احب البصل. شيء رهيب. يا جماعه مع الاسف انقطعت الكهرباء. بس رغم هيك مستمرين. كثير حشوه طيبه. هاي البطاطا كثير حشوه طيبه. هاي الدولمة العراقية عن جد رهيبة. يسلم ايديك يا رب. صحة عاشت ايدك مع امي. يعني ما بعرف النفس العراقي. النفس العراقي هو السريع يا جماعة. انت جربت قبل هالمرة عبد الله؟ سويتها بس سويت على طريقة سورية يعني بايد سورية. نحن سوينا قبل هالمرة الفيديو يا جماعة الدولمة العراقية انا وجهات طلعنا فيه. الكل كتبونا في التعليقات انه كلوها من ايد عراقية تطلع اطيب. طبعا تحياتنا لاخواتنا العراقيين من المكان عم تابعونا. الشعب العراقي شفت اللحم كيف دايب؟ مع العلم انه انا دوب ما طبخت كثير بس شيء خرافي. شيء خرافي يا جماعه. سخن هسه شوي يعني محتار من بدي اكل. اللي ورا الكاميرا عم صورنا شادي. تعال تعال شادي. تعال مد ايدك شادي يا جماعه. اللي ورا الكاميرا اجا. انا رح اكله بايدي. واي كل شيء صغير لا يتحمل. سخنة سخنة شوي. سعرات حرارية كبيرة. هاي كم سعرة حرارية فيها؟ شيء 16000 17000 يا جماعة. 16-17000 سعرة حرارية. المنظر خرافي. محتار منين بدي أبلش؟ أمجد. بسم الله. طبعا ما هنيته فيها. صحتين روحي. طلعت عظمة. يا جماعة بالله هذا المنظر. ول ول ما عم بحسن اكل خبز مشان ما اروح النكهة. بس بدها ملح. لا 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 عن جد حبيت اكثر شيء في الظلمة هلا البصل. هلا رح دوق السلق. بس السلق بده معلقة. سولت لي احمد هدول اطيب شيء هدول. قال لي احمد هدول كثير طيبات من يكون تحت. بس احنا هاي بالعراق يسموها عضود. عضود عضود عضود. امجد والله رهيبه. طيبه والله رهيبه كثير. طبعا كترتيب وحشي قريب على السوريه. بس في شغلات في شغلات الحشوه والملح الليمون والطريقة الترتيب وطريقة الحشي وطريقة القص. يعني البطاطا ايه ما كنا نقصها بالنص ونفرمها ونحشيها. بس انا نحشي البطاطا كامل. رح اقول لك شغلة. انا بعد ما دقت الظلمة العراقية الحقيقية ما عاد اكل محشي سوري ابدا. والله يعني صدقا يا جماعة ما عاد اكل محشي سوري ابدا. والله طيبة هي. طيبة طيبة. رح ادوق البندور. اوه اوه والله هذا المنظر. بسم الله عضوض. شيء رهيب. كتبة. والله شيء رهيب. سلم ايدك تحياتي. احمد طيب كفي لا تاكل حاج. والله حاج يعني طيب يعني. خلوني مستمتع. خلوني مستمتع. روجي بصحن. خلوني مستمتع. مش نسكر البهورة. عن جد شيء رهيب. كثير طيب. حتى الحمضية اللي فيها على فكرة ها مو انه. هسا هاي الأكلة تستاهل انه أنت ما تفطر على مودها؟ أكيد. اكيد يا جماعه من اسبوع نحن متفقين انا واحمد انه نصور الظلمة العراقيه واحمد يعملنا الظلمة العراقيه مشان نعمل هالفيديو. انا الدماغ. فاليوم الصبح فقت يدق لي امجد فطرت؟ قال له لا. امجد فطرت؟ انا عبد الله فطرت. ما احسن اضل بلا هذا بلا فطور عفوا. انا ندمان ياسين. انا ندمان. ندمان لانه فطرت. حكيت لك بس ما اقتنعت. ما يا جماعة طلعوا الشوب. طلعوا فعلا الكهرباء اليوم انقطعت. معليش بدأ العراق. احمد اذا بدك روح عند خلص مركب وصل. اقسم بالله نفس الطعمة كله نفس الطعمة. بس لحظة بعد يا معود بعد بعد ترى انا قصة والله ما قلت بسم الله. والله بسم الله بسم الله. امجد عظمك. امجد امجد تحت بسم الله. لا 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 لا
الجريمة الكبرى اللي صارت هلا انه امجد اكل احمد الملدوعة الملدوعة اطيب. طيب يا جماعة اكتشف العلماء انه اكثر شيء اصعب شيء بالدنيا انه واحد يقعد ورا الكاميرا. عود عود تعال تعال عبد الله يلا 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 شو بتقول؟ ليش والله شيء رهيب. محروقه مو محروقه اللاجعه يا جماعه. اخر الطنجره شيء رهيب. الله يشوف من منبري هذا ابو اتوجه اليك ابو اذا بترجع تسحب ما راح اطلع تطلع مع التوبه هي نفسها بس عظمه القصد ابو المجد شوف هذا المنظر تحوان يا جماعه. شادي شو رأيك فيها؟ بالفعل الله يجير الديار صحة وانا اهلا وسهلا ولو رهيبة صحة وعافية. طبعا تحياتنا لكل المحافظات العراقية. احمد كان عم قلنا قبل شوي انه كل محافظة عراقية إلى طريقة طبخ للدولمة. ففي ناس بتستخدم الفول حط صح مزبوط. في ناس بيستخدموا كثير الفول. في ناس بيستخدموا الفول. انا يا جماعة سو عراقيين قلت لكم هيك. طبعا هذا المنظر حرامي بيتاكل. أنا هيك رأيي. كثير طيب. كثير طيب. عبد الله غايبة مو؟ يا جماعة أحمد راح والله نحضل ما من فردين. بس أنا ما عارفيني أحسن آكل هون. في شيء يمكن كترنا لحمة. طلعت تقيلة. طلعت تقيلة. شو في شيء لسه بعد ما دقته؟ رح دوق الشجر أنا. شو ده؟ الشجر ما هيك؟ ما شو هذا الشجر؟ شجر هذا عن جد يا جماعة ما بعرف شو دا أكل. شادي ترك التصوير وأجل عنا ها؟ فكر اللي وراء الكواليس بتعذب عذاب مو طبيعي يعني. ملاحظ إنه كل وحدة في إلها نكهة؟ يعني وقت عم تاكل البندورة عم تطلع لك طعمة البندورة، عم تاكل الفليفلة عم تطلع لك طعمة الفليفلة. طعمة البنجان والكوسة في حالهم. بس أكثر نكهة حبيتها نكهة السلق ونكهة البصل. شيء رهيب. انا حبيت البطاطا والبندوره واحمد واقف على جنب بس عم بياكل. يا اخي انت مش شايف علينا لنعطيك راينا. نحن بدنا نعطي راينا يا اخي. يا اخي بس من بس يا اخي بدنا نعطي راينا. قول لنا خلينا نخلص نعطي. وقت تنطبخ الدولمه ما فيها اعطي رايك وما اعطي رايك، الكل راح يحبها. يا جماعه شو السر في الدولمه العراقيه انه الكل راح بيعشق شغف الكل بيعشق انه الكل بحبها ما في تفكير على فكره. حتى لو رز طالع لبرا واكلته بتعرف من وين جاي. عن جد والله كلها نكهة. طبعا شوفوا احمد وين واقف. احمد الكفي يعطيك العافيه. هو الطباخ الظلمه خلاص اعطينا رايه فيه. الطباخ دائما ما في اكو خلاص يعطيك العافيه. الطباخ طبعا دائما انه خلص من منظر الاكل اللي يشبع. حبايبي اذا حبيتوا كمان نعمل فيديوهات ثانيه عراقيه من الاكلات العراقيه الشعبيه احمد موجود. احمد شو في اكله عراقيه مشهوره ثانيه كثير؟ شو عند لنا اللي ببالك مسقوف؟ في اكله الدليميه. الدليمية في السمك المزقوف. اوه السمك المزقوف شو رايك فيه؟ انا ما بعرف فيه بس كانه الاخضر. في هذا اللي بيفتحوه هيك بيحطوه على الصاج. مو على الصاج، على الفحم. على الشواية زي الحديده يعني وعلى الفحم. طيب شو رح نعمل هلا؟ لازم ندوق لازم ندوق البرياني. حبيته. الكهرباء اجت. الكهرباء اجت يا جماعه. لحظه خلي المتابعين يكتبوا بالتعليقات. حبايبي اكتبوا لنا بالتعليقات اكلات عراقيه ثانيه مشان نعملها مع بعض. احمد يطبخ ونحن. احمد يطبخ ونحن نعطي راينا. احمد ما في داعي تاكل اكيد ما هيك. لا 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 انا راح اكل بالمطبخ خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. من ايدي من ايدي جوره من ايدي البصل. لا اكله البصل البصل البصل. سلم ايديك عاش العراق صحه حبيب قلبي. انا بحب الكوسه لو. البصل رهيب. نعم يا جماعة ما جاهز يعني بيهلس بتمك هلس ما بقى بيجيك الرز واللحمة والكوسة والبصل بندورة سوريا والعراق بغداد موصل. على فكرة يا جماعة المخطط كله اخترب وقت اجى امجد ياكل، لأنه امجد كان المقرر انه يكون ورا الكاميرا ويكون احمد جنبي. وقت شاف الظلمة ما بعرف شو صار له. مين انت؟ بسم الله. بظن رح دوق اخر قطعة البنجان. دودو دقت من كل شيء، السلق البطاطا البصل البندوره ما عرفت شيء. الكوسه البندوره رهيبه.
صاروخ يا جماعه. قبل مره قبل هالفيديو عملت فيديو الضلمة العراقية، فكتير اجاني في التعليقات انه الضلمة العراقية تتاكل في الخبز، الضلمة العراقية تتاكل في الايد، الضلمة العراقية ما بصير تتاكل في المعلقة. هلا في معي هون شخص عراقي كان احمد كان عم ياكل في المعلقة، وانا مثل ما عم تشوفوا هو حسب كل محافظة. ما لا لا ما لا لا عراقي بدنا خبز عراقي. خبز عراقي ما كان المفروض انه خبز عراقي، انا احبها بالخبز العراقي بصراحة. بس لانه ماكو خبز عراقي خلاص اكلتها بالمعلقه اللي هي خاشوقه بالعراقي. لا مشروع تبع التنور طبعا التركي طبعا. خبز التركي خبز التركي كانه ما خبز عراقي بالمناسبه. الدولمه خبز بدون خبز بمعلقه خلاص مزاج استمتاع. صحه وعافيه. اطيب من سوري هبقول لك انا ما عاد اكل. انا ندمت لانه امجد طلع معي. شو بدي اكل كمان؟ بدي اكل فليتة؟ شي رهيب عم بقول لك اكلتها شي رهيب. ما في شي مو طيب. انت على فكرة نحن شبعانين بس ما لنا قلب نقوم يعني. عن جد ما بقى فيني ادوق السلق كمان. هي قطعة السلق. اقسم بالله الطريق الى السعادة يبدأ من الدولمة العراقية. طبعا بالمناسبة هو لانه واجهنا صعوبة بوجود السلق بالسوق، فانه لقينا شيء قليل ولا كان املنا سلق اكثر. على فكره انا كثير يقولوا لي انه السلق في الضلمه كثير اساسي. اساسي بس لانه احنا واجهنا بصعوبه وجوده ما اعرف انه اليوم ما لقيناه بكثره. نحن عم نصور اليوم عطله وما في حدا في الشارع. هذا المشهد الغرامي. اعمل له هيك. اوه حط لي موسيقى. في غنية ما رجع صوتي. أول وآخر فيديو لنا مع بعض. خسارة بخسارة يا جماعة. عن جد البصل شي رهيب. أنا أكثر شي حبيته في الظلمة السلق والبصل. هسا أنتوا قاعدتكم عراقية 90% ناقص شي واحد حتى تصير 100%. أعطيني اللبن المدخن، لبن أربيل. أحمد تفضل لورا الكاميرا. تفضل يا جمنة. تفضل لورا الكاميرا. تفضل يا جمنة. لا تفضل يا جمنة. تفضل يا جمنة. تفضل يا جمنة. عاد احمد لا تمد ايدك اكل على الاكل. لحظة بس اقول شغلك. صح على ايش؟ على هدول. هاي البوسة لكل اهالي العراق. نيابة نيابة عن العراق كله. يعني نيابة عن السوريين كله للعراق. نيابة عن السوريين للعراق كله. طبعا. اوكي. يا جماعة يسلم ايديك احمد جدا عن هالاكلة. الله يعطيك العافية. حبايبي إذا أول مرة عم تشوفوا الفيديو تبعنا لا تنسوا تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتوصلوا لنا هذا الفيديو لأكبر عدد ممكن من اللايكات. وهلا راح أحط حساب انستغرام أحمد في صندوق الوصف. روحوا تابعوا أحمد واكتبوا لنا في التعليقات من وين جايين. كم لايك بدنا على الفيديو؟ هن الكريمين احنا نستاهل. ما حدد. أهالي العراق فرجونا همتكم. أنا أريد هذا الفيديو أكبر عدد لايكات لعيون العراق. أوه 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 يوصل؟ يوصل أخواتنا العراقيين. هذا بدي يفجر. فجروا لنا هذا الفيديو في اللايكات. تعال ترند يا ولد. سلام. باي باي.